أما هلأ نيرمين رح نحكي عن موضوع مهم لجميع الناس يلي بيصوموا، كتير بيصير عندهم تغييرات بنفسيتهم وبصحتهم وبجهازهم الهضمي كمان، وأكيد هذا الشيء بيصير كمان بيسبب عندهم تراجع نشاط بدني، بيصير عندهم كسل ببعض الأوقات، بتلاقي إنه نايمين طول النهار أو في عندهم مشاكل ما بيقدروا يداركوها بشكل كتير صحي. كل هاي المشاكل اللي عم تحكي عنها عفاف بتندرج تحت عنوان تغيير الروتين اللي بيصير ضمن الشهر الكريم، وكتير يمكن من الممارسات يلي نحن من نتبعها سواء الصحية أو الغذائية بتنعكس سلبا على صحتنا، ومن هاي المشاكل عم بتكون المشاكل الهضمية. ضمن فقرتنا الحالية رح نحكي عن أبرز السلوكيات الخاطئة يلي بيتبعوها الصائمين خلال الشهر الكريم، وأكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور أحمد عرق سوسي استشاري جراحة العامة والصدرية والتنظيرية. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. مثل ما حكيتي نيرمين، في ناس بصير عندها سلبيات نتيجة اتباعهم لبعض القواعد الخاطئة او ممارستهم لبعض الأنشطة الغلط، فبدنا نعرف من حضرتك شو هي القواعد السليمة التغذوية لحتى نحافظ نحن على جهازنا الهضمي. هلا حاليا حتروح وقت هذا فترة الصيام عم تكون حوالي 14 ساعة. جهاز الهضمي عم يكون 14 ساعة مثلا، لا في أكل لا في شرب. للأسف يعني الناس بيقولوا يعني على عجلة أو كذا، مجرد ما صام أذان المغرب يعني بلش الفطور، فخلال 5 دقائق 10 دقائق كل شيء أكل كل شيء شرب عم يحاول إنه يعوض يعني على ذلك كيف، فهذا عم يخلي إنه ما صار لك جهاز الهضمي 14 ساعة ما عم يشتغل، وفجأة أنت كمية هائلة من السكريات ومن الدسم. تمام الحديث، احنا اكلاتنا يعني دسمه كثير تمام الحديث، فعم يصير انهاك على يعني على الجهاز الهضمي، الدم كله عم يتجمع على المعده، عرفت شلون؟ فعم يصير تخمه، فهذا بيخلي انه يصير في عندك مثل وهان، عرفت شلون؟ ضعف بالنشاط. فنحن اول شغله السلوكيات تبعيتها منا بالفطور عم تكون غلط، وافترض نحن مجرد ما قدان مي تمره يعني هيك السنه طبعا، وفي شيء صحي بالقصه عرفت شلون؟ وتعم تعلك التمغة شوي شوي، فأنت عم تأهب البنكرياس تفرز أنسولين شوي شوي على مهلة. تمام؟ غير وقت تجي أنت عصائب حلوة كذا يعني عم بيكون إفراز عشوائي للأنسولين، فهي أول شغلة. هلا هالشغلتين مثلا كاسة مي تمرتين أو 3 تمرات، واحد قام صلى شلون 5 دقائق يفتح وبلش بياكل. هلا نحن الفكرة الثانية إنه نحن جميع الأطباق عم تكون مرة واحدة، خاصة بالعزايم يعني إنه الأكل مع السلطات مع الحلو كله عم يكون مرة واحدة. يفترض يكون في فترة حوالي ساعتين بين الأكل وبين التحلاي، بين الأكل وبين الشربات وكذا، عرفت علي شلون؟ نحن هلا بنجي كلهم إنه مرة واحدة، فلذلك إنه بدها شوية تنسيق القصة، عرفت كيف؟ الواحد إنه يعني شوي شوي وقواعد سليمة بسيطة جدا، عرفت كيف؟ بتحقق إنه واحد إنه يكون صيامه جيد بدون ما ينهك الجهاز الهضمي تبعيته منه. طيب دكتور خلينا نحكي مفصلا، شو أبرز المشاكل الهضمية اللي عم يعانوا منها الصائمين؟ هلا اكثر شيء بيكون التخمه تمام الحديث، يعني نحن مثل ما قلت لك يعني الجهاز بيكون ما عم يشتغل جهاز الهضمي، وفجاه عم كميات هائله من الطعام عرفت علي كيف، ومشكل يعني كيف يعني ياخذ راحته الجهاز الهضمي، فنحن يفترض انه مثل ما قلت لك يعني مي تمام، بعد فتره بنلف صحن شوربه عرفت علي كيف، صحن سلطه، بعدين ناكل الوجبه الاساسيه. اذا في تحليات او كذا تكون بعد 2 أو 3 ساعات. تمام. هلا بلاد الخليج عندهم شغله حلوه انه الفطور طبعا بيكون عاده هيك شوربات عصير كذا عرفت علي كيف، والاكل الاساسي بيكون بعد صلاه التراويح يعني بعد 3 ساعات 4 ساعات. نحن مثل ما قلت لك للاسف معظم العزايم وكذا شلون او المناسبات عم تصير عندنا، فانه خلال نص ساعه بعد الفطور بده مره واحده ياكل شيء. اول شغله التخمه. الشيء الثاني نحن كثير هلا حاليا رمضان يعني اول فتره شلون بتكثر كثير انه شكايات التهاب المعده الحاد، اذا يعني الانسان عنده وصيات مري مؤهب يعني وجبات دسمه وثقيله كذا شلون عم تسوي التهاب مراره حاد، هي كثير عم نشتغل يعني او كثير عم تجي هالفتره هي شلون. الشيء الثاني كيف ارتجاع المريء عرفت كيف، كمان المعده انه انت عم تكون عم تاكل زياده شلون، فعم يكون ضغط الحجاب الحاجز شلون، فالحموضه تبع المعده عم تطلع مره ثانيه عكس الطبيعه شلون، فارتجاع المريء كثير من الشكايات الهضميه الشائعه جدا خلال شهر الصيام. الفكره الثانيه شلون نحن يعني هي الصيام مو يعني مو بس مشاكل هضميه شلون، يعني في تنسيق اذا واحد عنده مشكله اساسيه شلون قبل الصيام المفروض ينسق مع الطبيب تبعيته انه مرضى السكري مين بيصوم ومين ما بيصوم،
يعني مثلا ما بفضل بياخذوا انسولين المفروض ما يصوموا منه، عرفت علي كيف؟ ما بفضل السكري مضبوط له شيء اسمه تطابق معينه، عرفت علي كيف؟ ما بفضل الضغط، اذا الضغط كمان غير مضبوط ممنوع يصوموا، يعني في شغلات كثير لازم تتنسق، عرفت شلون؟ لحتى الواحد يكون صيام امن وتكون عبادة سليمة إن شاء الله تعالى. خلينا نسلط الضوء على هدول الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، بيلاقوا صعوبة بأخذ الدواء بالأوقات، ما بيعرفوا قبل بعد الأكل، فهنن بالنهاية عندهم مرض مزمن وبنفس الوقت بدهم يصوموا، كيف شو هي الطريقة الصحيحة لحتى ياخذوا أدوية؟ هلا أكثر شيء عندنا مثلا مشاكل قصور الدبق، هدول المفروض يكون إنه في فاصل بين حبة الغدة شلون وبين الأكل حوالي ساعتين. فيا انه بيشرب مثلا كاسه مي مثلا وياخذ دواء شلون وبعد ساعتين بياكل بظن ما كثير حتظبط، يا اما بعد ما بعد بعد ما انه تناول الفطور وكذا ساعتين ثلاث ساعات بياخذ الحبه، هي كثير اساسيه. مرضى السكري بيعرف شلون عاده شلون مرضى بتاخذ حب يعني مرضى السكر يعني النمط الثاني هذول عاده بيعرف شلون الجرعات تبعته منهم يعني بتنقسم على وجبه الفطور بتاخذ جرعه كامله، بس وجبه السحور المفروض يكون نص الجرعه. طبعا المفروض اول يومين ثلاثه مرضى السكري يكون عم يحلل تحليل السكر بشكل مستمر حتى يشوف انه مستوى السكر مشان يعدل الدواء حسب السكر عم يطلع او عم ينزل. في فكره كثير اساسيه نحن مرضى السكري بالذات يعني او مرضى قص المعده مثلا انه اخي مجرد ما لا قدر الله حست في خفقه في رجفان عرق كذا فنقص سكرك عرفت بتفطر ولو انه قبل بنص ساعه عرفت يعني ما تستنى انه هيك. طيب فانت قلت لك يعني التنسيق مع الطبيب تبعيته منه بشكل عام قلت لك الادويه بتتاخذ يعني بوقتها بشكل يعني بنفس الوقت يعني ما تغير من فتره لفتره شلون، وبالذات انه قلت لك انه انتبه لعيار السكر تبعيته منه ما يكون طلع كثير، طبعا السكر يكون فوق ال 200 لازم واحد يفطر حتى يسوسه، وقت ينزل تحت ال 60 كمان لازم انه يعني ما يتابع الصيام، عرفت عليكي؟ هدول يعني هدول اهم امراض المزمنه بتعرفوا السكري الضغط مفضل غده، عرفت علي كيف؟ مفضل الضغط كان يكون ضغط مضبوط، عرفت علي كيف؟ اذا كان ضغط مو مضبوط مثل دائما يعني قيم عالي فوق 18 19 فلازم انه يعني ما يصوم او انه يعني راجع الطيب تبعته لحتى ينسق له ادويته بشكل جيد. قبل ما نختم مع حضرتك دكتور خلينا نقدم نصائح اليوم لكل الاشخاص، نصائح تغذيه او اذا مشكله تعرضوا الى مثل التخمه كيف ممكن هن يعالجوا هذا الموضوع؟ هلا نحن شغلتين بتمنى انه بلش الافطار تبعيته منها شلون؟ بانه يعني حلويات بسيطه عرفت شلون؟ مي كذا فهمت علي شلون؟ بعد خمس دقائق 10 دقائق بلش ناكل الوجبه تبعيته منها، نكتر الخضار سواء عرفت شلون؟ وجبه خليها يعني اخر شيء عرفت علي كيف؟ هي اول شغله. الشيء الثاني الناس ما كثير بتنتبه له اثناء فتره السحور عرفت شلون؟ في ناس ما بتتسحر غلط الحكي هذا، وفي ناس بتتسحر بس وقت السحور بتلاقي مثل يعني نفكر انه مثل الجمل مي 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 كذا عرفت شلون؟ الكليه خلال ربع ساعه نص ساعه كل شيء مي زائد بتنطحه فما حتستفيد شيء. تناول الاغذيه الغنيه بالبوتاسيوم مثلا مثل الموز الخضروات كذا عرفت شلون؟ هي بتساعد كثير بتخفيف الشعور بالعطش، فهمت علي كيف؟ بشكل عام شلون وتاخذ انه على السحور يعني بسموه السكريات المعقده في نشا مثلا مع كورة بطاطا هي تحرر السكر تبعيته منه بيكون بطيء، فبتحافظ انه يكون واحد مستوى السكر تبعيته منه يعني يضل سوي شلون اطول فتره ممكنه شلون تجنب الشغلات الخفيفه الاشربه الحلوه شلون يعني مسوى العصائر اللي بنسويها كذا العصائر الرمضان تمام الحديث هيك يعني معظمها شو اسمه. وشغله ثانيه يعني انه يعني عكس ما بحكي انا مثلا انه عكس العرق السوس مثلا في ناس بتشربه وفي ناس ما بتشربه، العرق السوس مفضل الضغط ممنوع منعا كذا انه بيحبس كثير سوائل شلون، فاذا مفضل عنده مشاكل بالقلب مثلا قصور قلب او عنده مثلا مشاكل ضغط فالعرق السوس ممنوع منعا باتا شلون. في شيء موازي له مثلا العرق السوس انه مساعد يخفف شوي اعراض القرحه يعني، فبيكون واحد متوازن عرفت شلون. بس قلت لك اهم شيء انه نحن نبلش سوائل ما الشربات السلطه كذا بعدين ناكل الوجبه الرئيسيه، اذا في تحلية اذا في كذا يكون في فتره منيحه بهات من شلون يعني هي فتره 10 ساعات 11 ساعه شلون مو كل الاكل، بس ممكن نحن انه نوزع الحصص تبعت منا بشكل متوازن. مفضل تمرون العمليات بدانه وكذا شلون اول 6 اشهر ممنوع الصيام اطلاقا، الفتره بعد منا اهم شيء انتبهوا لاعراض نقص السكر ويعوضوا السوائل اللي هن يعني فتره الصيام السوائل اللي يعني اللي قصتهم شلون خلال هالفتره تعوض بشكل جيد. الصيام بشكل عام دكتور كيف ممكن انه يؤدي؟ في ناس بتقول لك انا بنحف على الصيام او بصحى على الصيام، بس بدنا نعرف منك صحه هي المعلومه. هلا نحن مو بتنحف او بتصحى، عرفت شلون؟ نحن في نقطه كثير اساسيه في بده يكون في توازن، عرفت شلون؟ يعني نحن ممكن واحد ياكل صحن صغير او مثلا يشرب كوكتيل مثلا غني بالدسم وكذا والحريات عرفت شلون؟ فبياخذ حريات وكميه هائله جدا.
الفترة بدك تنحف شلون انه تحاول دائما ان شاء الله الالياف كثر الالياف شلون بدك الفواكه الخضار يعني هون حسب طريقة الغذاء حسب طريقة الغذاء وقديش كمية الحيوانات اللي موجودة بالغذاء عرفت شلون؟ والنقطة الثانية حسب الحركة يعني نحن في من السنة انه صارت تراويح كذا هي حركات مشان واحد يعني يحرك جسمه مشان يهضم يعني نعم. إلى 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 أساس صحي عرفت علي شلون؟ بس أما ناكل نضل قاعدين عرفت شلون؟ إجباري حيسمى الواحد حتى لو ما يعني ما كانت كمية كبيرة أكيد. بالختام بدنا نشكر كثير وجودك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمتنا إياها والصحة والسلامة لكل الناس. أهلا وسهلا أكيد شكرا لحضرتك دكتور أهلا وسهلا فيك.